السلام عليكم، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم محاضرتنا بعنوان الأورال هاليتوزيز أو رائحة الفم. طبعا رائحة الفم أكيد رح تصادفوها كتير إن شاء الله بس تتخرجوا بالمهنة. بيشتس كتير بيجوا complaining about their breath odor، شو السبب؟ وأنا عملت سكيلينج كذا مرة ونظفت أسناني وما انحل الموضوع. طبعا لازم نعرف الأسباب لحتى نعرف كيف نعالج السبب. اليوم رح نبدأ أول شي بالdefinition، عبارة عن unpleasant or offensive odor emanating from the breath، يعني رائحة كريهة أو هجومية تنبعث من الفم. regardless إذا كان المنشأ هو فموي أو غير فموي. إذا هذا تعريف لازم نحفظه، ممكن يجينا definition halitosis is كذا كذا كذا، لازم يقول لك. ممكن يجيب لك بدل regardless يجيب لك especially أو only from orally origin. هي لا، بيقول لك هي رائحة تنبعث من النفس، لكن سواء مصدرها كان منشأ من التم او منشأ مثلا، هل راح نشوف الكلاسيفيكيشن والاوريجن سواء اورري او نون اورري، هذا لازم نحفظه. طبعا يا الاوريجن تبع الورد ما بيهمنا، الديفينيشن حكينا نحن. البريس ميل اودور عبارة عن فول اور اوفنسيف اودور، فول يعني بمعنى طعم حديدي تطلع مع الهواء. may cause number of factor، قلنا نحن ممكن تكون انترا اولر سببها او اكسترا اولر. انترا اولر يعني جنجيفاتس، بيرودونتايتس، او عندنا باد فيلينج، باد بروستيسيس، مثل عندنا منشا مثلا مثل النيزل، هذا اكسترا اولر، منشا من التهاب الجيوب بيساوي رائحه. كرونيك ساينيتس، التهاب جيوب، السكر بيساوي رائحه، الليفر. يعني عندنا اذا اسباب انترا اولري واكسترا اولري. هلا الكلاسيفيكيشن بهمنا نحن، الكلاسيفيكيشن جينوين يعني رائحة أكيدة مؤكدة سبب فيزيولوجي أو باثولوجيكي مرضي، أو أوبسيدو كاذبة، أو هاليتوفوبيا يعني مريض عنده مشكلة نفسية بأنه يعتقد أو خائف من أنه يكون في عنده رائحة. يعني يا أما سبب نفسي، يا أما رائحة كاذبة، يا أما جينوين يعني صادقة سبب فيزيولوجي أو مرضي. الجينوين الفيزيولوجي عبارة عن مورنينج بريث أودور، يعني هاي شغله فيزيولوجي ما عندها ديزيز، او واحد عم يدخن معناتها نحن، او سيرتن ميديكيشن سيرتن فود يعني اكل بصل اكل توم، هاي كلها ضمن شو الفيزيولوجي. هلا كيف بيجي السؤال هون؟ بيجي انا بقول لك the physiological halitosis all of the above is are true except one، بيجي بذكر لك انا morning odor tobacco وميديكيشن، وبروح بجيب لك مثلا وحده بالباثولوجيكال او وحده مثلا من البسيدو، وروح بجيب لك مثلا بكتيريا، لك نقي البكتيريا. ليش؟ لانه اور اف ابف اور اف ذا فولوينج ار ترو اكسبت بكتيريا، يعني لازم هدول الكلاسيفيكيشن اهم شيء بالمحاضره برايي انا. طبعا المحاضره عليها 4%، المفروض يجيبوا منها 4 اسئله، يعني محاضره قصيره 6 سلايدات نضمن منها 4 اسئله، يعني سهله انا برايي المحاضره غير المحاضرات السابقه. اذا الجنوين ان فيزيولوجي يعني شيء له علاقه بالجسم، مثل الواحد لما في بكير، المدخن، بعض الاطعمه وميديكيشن، بعض الادويه. الباثولوجيكال مرضيه يعني بكتيريا. 90% من البيشنت انه تكون في عندهم بكتيريا من الاورال كافيتي. البكتيريا هي لازم نحفظها، بانه البكتيريا كيف بتعمل رائحه؟ بانه تعمل فولتالي سولفير كومبوننت، يعني مركبات كبريتيه او حمض كبريت. يعني البكتيريا بتتغذى عن الطعام وبتفرز حموض كبريتيه، هذا الشيء بيخلي بانه يصدر شو هاليتوزيس او رائحه. معناته اذا قال لك الميكانيزم اللي البكتيريا بتسوي فيها رائحه هي الفولتالي سولفير كومبوننت او المركبات الكبريتيه. طبعا لساتنا بالباثولوجيكال كباثولوجيكال انترا اولر، نحن عندنا انترا اولر كلاسيفيكيشن واكسترا اولر. هاي شو الاوريجين عفوا، الكلاسيفيكيشن ما له علاقه بالاوريجين. يعني ممكن يكون مثل الجينوين هاليتوزيس انه الفيزيولوجيكال منها هي سموكينج، السموكينج هو اكسترا اولر، لكن هذا تصنيف وهذا تصنيف لا تخصن الامور ببعض. بيست اون اوريجين اول تصنيف اكسترا اولر او انترا اولر. انترا اورال ايش يعني؟ يعني شيء له علاقه جوا الفم مثل التنك، اللسان مثلا،
مثل الكالكولس، البلاك، الباد فيلينج، الكاريز، كله هذا بسبب ريحه. الفود ديبريز، الامباكتد فود ديبريز، هي كلها انترا اولر. بس اذا جيت قلت نيزل، ساينيتس، التهاب الجيوب، دايابيتس، هي اكسترا اولر. تمام، حكينا احنا الجنون الفيزيولوجيكال شو هنن. هلا الباثولوجيكال حكينا احنا يعني بكتيريا موجوده داخل الفم انترا اولر تفرز مركبات كبريتيه وبتساوي رائحه. السبب الثاني بور اورال هايجين ودنتال كيريز، هاي كنا عم نحكيهم من شوي. اذا مريض عنده انيو جي انيو بي نيكروتايزين كمان بساوي ريحه. بالكورونايتيز، هذا اللي بيطلع التواج حوالين الثيرد مولر، دراي سوكيت بعد الاكستراكشن اذا صار دراي سوكيت كمان بساوي رائحه. التانك كارسينوما، هي كلها عباره عن شو؟ هي باثولوجيكال انترا اولر اوريجين، يعني اهم هذا لا تحفظ لي هدول كلهم باثولوجيكال. يعني مثل ما قلت لك بيجون كان قال لك all of the following are pathological classification of the halitosis except كذا، بروح بجيب لك dry socket tank periodontitis وبجيب لك وحده من مثلا توباكو او بريث مورنينج بريث، بدك تنقي العداله تكون حافظان هدول لحتى تعرف انه هو اللي ما الغلط. طبعا مثل ما قلنا التانك كمان يتعاد انترا اولري من الباثولوجيكال. التانك كوتينج انكلود ديسكوميتيف ابسيليال سيل فود ديبريز موجودة على التانك، يعني التانك هو مصدر كمان البكتيريا بتتجمع على التانك بتساوي ريحة. اهم شيء الكلاسيفيكيشن اللي ذكرته لهلا. جينا على الاكسترا اولر اوريجين من الباثولوجيكال، قلنا نحن الانترا الباثولوجيكال الانترا اولر هن 90% بشكله عند المرضى، لكن في 10% تصنيفها باثولوجيكال وهي اكسترا اولر. بدنا نتعرف عليه 10 ل 20%، هدول نسب احفظوهم. هي اكسترا اولر اوريجين لكن باثولوجيكال، مي شو؟ مي فيزيولوجيكال، يعني عنده مشكله بالجاسترو انتستي، عنده مشكله حموضه، عنده مشكله بالمعده، مشكله بالمري، هي سبق كمان بساوي ريحه. انفكشن بالريسبيتوري تراك مثل انها التهاب الجيوب، هاي التهاب الجيوب واللوزات، هاي كلها اسباب اكسترا اورال لكن شو؟ باثولوجيكال. مشكله بالستمك بالكدني. عرفتوا شلون بيجي السؤال؟ يعني بجي بقول لك اكسترا اورال اوريجين باثولوجيكال هاليتوزيس، تمام، وجيت قلت لك انا ذكرت لك شغلات من الانترا اولر، ذكرت لك التانك الديسكوميتيف ابيسيلاتيل بالتانك، الفود ديبريز، ذكرت لك الكيريز، البيرودونتايتس، الدراي سوكيت، ووحده من الليفر. بدك تنقي الليفر هو الصح. هيك تجي الاسئله. في عندنا السيستميك باثولوجيكال كمان اكسترا اولر، هي الرينال بسبب كلوية، الديابيتس، السكر، اللانك ابسس، السل، هدول كلهم بيساوي رائحات خارج فموية مرضية باثولوجيكال. اخر شيء البسيدو ضل عنا والهاليتوفوبيا. البسيدو كاذب، هو هيلثي انديفيدوال ما عنده شيء. الهاليتوفوبيا نفسي فير اوف هافينج هاليتوزيس، هذا تعريف ممكن نحفظه اذا جاب لك وات از هاليتوفوبيا وجاب تعدادات منهم. Exaggerated fear of having halitosis، يعني خوف مبالغ من الحصول على رائحة فموية. له اسم تاني هو بسموه delusional halitosis، يعني ممكن يجيك delusional أو الهالوتوفوبيا، هن نفس الشيء. هذا شغلة نفسية. الآلية الإمراضية هي اللي قلنا عليها الإتيولوجي، كيف تصير الريحة. Halitosis generally arise as a result of bacteria، إذا كان intraolar وسببه بكتيريا، عادة بيكون البكتيريا بتتغذى مثل ما قلنا على الفود وبتفرزنا chemical component اللي هنا السولفيد، الفولتري سولفيد component، هذا اللي نحفظه. وأحيانا في non-sulfur component، لكن السولفير هي الأكثر شيء اللي بتساوي رائحة فموية. common cause of halitosis حكينا نحن، عم يرجع بعيد، اكثر شيء يعني شائع هو الفود امباكشن اول شيء، the most common. اذا reason of halitosis food impaction، يعني مثلا patient عامل له بريدج، المارجنز عم يدخل فيها
يعني فود ديبريز اكتر شيء بنشوفه بالبيشنت اللي عنده ريموفابل، كمان اذا ما كان عم ينظفه كل يوم كمان بيساوي له رائحه اذا دخلت فيها. اذا فود امباكشن هو الموست. عندنا النكروتايزنج اسيريتيف جينجيفايتس، الاكيو جينجيفايتس، اكريسيف بيرودونتايتس، التواج، دراي سوكيت، عم نرجع من اكستوسيميا، ابو صفار، اورال ارسريشن. هدول كلهم اسباب لوكالي واورر يعني موضوعيه. السيستميك الريسبيتوري ديزيز غير اللوكالي، عندنا التهاب الجيوب، التهاب اللوزات، عم نرجع نعيد الحكي كله. طبعا هدول عبارة عن خارج فموية بس لوجيكال، التهاب القصبات، عندنا فولتاليد فود ستاف، هي يعني يعني مأكولات فيها هي قصة حمض كربوهيدرات مثل ما قلنا توم، بصل الى اخره. سيستميك شغلات لها علاقة بالسيستميك ليست لوكالي، يعني عندنا الفارنجيو عدوى بالمري والمعدة، اللوكيميا، رينال، دايابيتي، سكر، كله إعادة للحكي السابق هذا طبعا. هلا هاي بتهمني أنا، دور المركبات الكيميائية في الرائحة المرضية، ضرور of volatile sulfur component in the pathogenesis halitosis. هذا الشيء شو بتعمل للمركبات الكيميائية؟ كيف آلية تأثيرها؟ هدول بدك تحفظ إياهم بصم. أول شيء increase primarily للأورال موكوزا، بتزيد النفوذية للمخاطية وخاصة الإبسيليوم. impair الأكسجين utilization، تعديل الأكسجين، وinterfere with the collagen maturation. إذن الأسباب هن تقريبا سبعة. المركبات الكيميائية اللي هي الكبريتية كيف بتأدي لحصول رائحة، شو بتعمل ميكانيزم بالجسم، بتزيد النفوذية probability للأورال موكوزا خاصة بالأبسيليوم، تقوم بتثبيت معادلة الأكسجين الأكسجين utilization، وتتداخل مع نضوج ألياف الكولاجين. عن طريق شلون تتداخل بنضوجها؟ تعمل كولاجين سولوبيتري بتحلهم وبتتدخل ب ديجريس الدي ان اي سينسيز، تركيب الدي ان اي، وبتزيد من افراز الكولاجيناز هو طبعا المدمر للكولاجين والبروستاجلانديم الفايبروبلاست. اف اس سي يعني هي اختصار لهي فولتالي سولفير كومبوننت، ريديوس الانترسيلولار بي اتش، بتنقص البي اتش، وبتعمل انهبيت للسيل جروث والبيرودنتال سيل مايجريشن. هدول كيف بتأدي الى حصول رائحة فموية المركبات اللي هي اهم، هذا اهم شيء بالمحاضرة كلها تقريبا، والسيستميك انه التصانيف مهمات كلاسيفيكيشن انه جينوين انه اوبسيدو، ايش يعني النفسي الهاليتوفوبيا اللي هو اسم الديلوجين. إذن الرول مهم، بتزيد نرجع بنعيدهم النفاذية الأورال موكوزا. هون كوفي بيجوا مثلا بدل انكريز ديكريز، بدل ديكريز انكريز، وتتنقي الخطأ. يعني هون انكريز ذا سيركيليشن اوف كولاجيناز، انت زمان منتبه انا حطيت لك هون ديكريز بدل انكريز وحطيتها صح، بتقول لي مذكورة بالمحاضرة، لا بدك تنتبه. هنا هي ديكريز وانا هي انكريز، هدول بنحفظوا بصمة. شو العلاقة ما بين الجراثيم المايكروفلورا الموجودة تحت سب جنجيفال والهاليتوزيز؟ خذ قاعدة، كل ما زادت عدد الجراثيم أو البكتيريا، يعني كل ما زاد البوكت ديب، كل ما زاد احتمالية حدوث رائحة. يعني إذا جبت لك true or false، the halitosis is increased when the bucket أو when the bucket has when the patient has a deep pocket. True or false? True. كل ما زاد العمق تبع الجيب فبزيد الجراثيم الموجودة subgingivally فبزيد احتمالات حدوث الرائحة. هون عم بقول لك order significantly calorated، يعني
متناغمة مع الـ concentration التركيز للـ overall bacteria and that high level of cervical bacteria الموجودة جوا الرئة with greater odor sources. هذا اللي شرحت لكم اياه، كل ما زادت البكتيريا يعني عمق الجيب زادت الرائحة. هاي ممكن تجي true or false أكيد يعني. كيف بتعمل diagnosis للموضوع؟ في عنا عدة أخبارات، شيء اسمه self assistant subjective patient يعني بدون أدوات بدون أجهزة، وفي عنا شيء اسمه ال objective اللي هن عن خلال أجهزة. طرق الفحص مهمة، كيف بتكشف عن رائحة الفم؟ بدنا نبلش بالسيلف اللي فينا نعمله لحالنا. في عنا أول طريقة الكبت بريث، بأنه هو البيشنت بيحط إيديه على تمه entire mouth cupping their hands وبريث through their nose وبعدين بيشم رائحة إيديه وهو بيقرر إذا عنده رائحة فم. هي كلها بنعملها يعني، بتنفخ بإيديه أو بتحط إيديك وبتنفس من أنفك وبتشوف إذا في ريحة ولا لا. الاختبار بعده اسمه الريست ليك، بلسانك بتعمل ليكينج للريست وبتعمل جادجمنت اذا في رائحة ولا لا افتر 5 سكند، والديستنس هي 3 سنتيمتر. طبعا هدول ممكن يجوا بانه بيقول لك بالريك ليست ريك تيست ريست ليك تيست او لعق المعصم، اختبار لعق المعصم المسافة تكون 5 سنتيمتر، لانه اللي بعده مثلا سبون تيست 5 سنتي 3 4 1 2 5 تنقي 3. التقييم بيكون بعد 5 ثواني ل 10 ثواني ل 200 دقيقه، المهم بدك تنقي 5 ثانيه هيك تجي ارقام. هي تبان ملعقه او الخاشوقه بتحط بلاستيك سبون بتعمل سكرابينج للباك اوف ذا تانك وبعدين بتشوفها بعد 5 ثواني كمان نفس المدة. هاي 5 ثواني وهي 5 ثواني، لكن هاي على بعد 5 سنتي وليس 3 سنتي، هذا الفرق بيناتهم. هون 5 الريست ليك 3. طريقة بنعمل دنتال فلوس من النوع الانواكس، ممكن تجيك هاي ذا دنتال فلوس يوز تو ديترماين هاليتوزيس از واكس فلوس ترو اور فولس، هو ان واكس يعني غير لا يحوي على شمع. طبعا يعني قصدهم بنعمل فلاس وبنترك الخيط وبنشمه بعدين. طريقة بعدها بانه مخلي المريض يعمل درولينج يعني لعابه، بنحطه بطبق بتري بتري شديش بدرجة حرارة 337 هاي المفروض سيليسيوس وليس 370 بظن فيها غلط، لمدة 5 دقائق وبعدين على بعد 4 سنتي. شايفين كل شغلة هاي 4 سنتي هاي 5 هاي 3 درجة 37 بنشوف الديستنس وبنشوف اذا في رائحة او لا. كمية اللعاب 1 ل 2 مليمتر. الاوبجيكتيف يعني تستخدم آلات اذا حكينا سليفا اودور 1 ل 2 ملي بطبق بدري حرارة 37 درجة لمدة 5 دقائق على بعد 4 سنتي. ان خلصنا، هي كلها كانت سيلف اسسمنت شغلات يعني بدون اجهزه. نحفظ كل طريقه كيف طريقه اجراءها، بعدين عندنا طرق باستخدام اجهزه الجاز ثيرموثربي كروموغرافي عفوا اورجانوليبتيك ميجرمنت سولفيد مونيتور. طبعا هاي كل جهاز عليه شرح بس الحمد لله بغداد يعني ما شرحينهم، انا بالمحاضرتي للمرحله الخامسه شرح لهم كل هالاجهزه. البانتس الكترونيك نوز تونك كاستيك اندكس، هلا ممكن تجي هدول مثلا يجيب لك السالفة انكوبيشن يقول لك هل هي اوبجكتيف او سيلف اسسمنت، لازم تقول له اوبجكتيف. يجيب لك البانتس كمان نفس السؤال. هلا البريفنتيف ميجر كيف نحن بنقي حالنا من هالموضوع؟ اكيد فيزيت دنتست ريجولري اهم شيء، لانه قلنا نحن 90% من مشاكل رائحة انترا اولري و10 ل 20 اكسترا اولري. لا تنسوا هاي النسبة ممكن تجي. دائما نعمل كليننج البراشينج توايس ات ليست لمدة 2 ل 3 دقائق، هي كلها شغلات سخيفة. فلاسينج
يعني تعمل تنظيف بين اسنان. هلا هدول ممكن غريبات يجيب منهم اسئله بانه تقرر تقلل من السترونج اودور سبيسيز يعني بصل وثوم الى اخره، تقلل من السكر والكافيين، هاي ما حدا بيختاروا انه هاي ممكن تسوي ريحه، درينك بلنتي شراب سوائل بشكل عالي، دائما اذا بدك جام خليها شوجر فري، وايت فريش فايبرز فيجيتابلز وكاروتس. هدول ممكن يجيب منهم، يعني هدول باينين بين هنا بريفنتيف ميجرز. ممكن يقول لك مثلا تو بريفنت اورال هاليتوزز وي درينك مور كافي ودرينك بلنتي اوف ليكويد وتشو شوجر فري. نقي الغلط، لا بالعكس قلل الكافي الكافيين. يعني المانجمنت كيف اذا واحد عنده رائحه فمية، اول شيء بتعمل ميكانيكال ريدكشن، بتعمل سكيلينج رود ديبرايتمنت، وبتعمل فحص دقيق اذا في حشوه المارجنز مالتها غلط، في فود امباكشن نتيجه بروسيسز معين، بريدج ريموفابل، اي شيء بدك تحله. هاي مقصود فيها الميكانيكال، مو بس سكيلينج رود ديبرايتمنت. كيميكال يعني بنستخدم كلورهكسيدين، مضمضه الى اخره، ماسكينج بخاخات اللي بتجي بالصيدلية، بخاخات الرائحة. الميكانيكال ريدكشن يعني نعمل تانج كلينينج براشينج، ومثل ما قلنا سكيلينج، ونحل اذا في مشكلة بالاسنان، بردنتال ثيرابي، انتردنتال كلين، توس براد، شوينج جام. الميكانيكال ريدكشن قلنا كلوركزيدين والاسنشال اويل، بتعرفوا المضامة تريسكلون، كلها هي نوع من هي كلها كيميكال. يعني مثلا اذا جبت لك using essential oils is a mechanical way of reducing halitosis، لا هي chemical way. الميكانيكال هي من تانج brushing، tooth brush، interdental floss، البريوثيرابي، ومثل ما حكينا موضوع الحشوات وموضوع التعويضات. conservative component اللي هي اذا في patient عنده حموضة كبريتية بياخد هدول المركبات بتعدل من الحموضة الموجودة، في جم معينة، معجون الأسنان، ومثل سالت سولوشن، محاليل ملحية، هاي ممكن تجي لأنه غريبة شوي. يعني بيقول لك من conversion of volatile sulfate component، تحويل أو تعديل مركبات الحموض الكبريت كيف بيتم عن طريق هاي الثلاث شغلات. الماسكينج أكيد أنه مثل ما قلنا مخاخات او سبراي، كمان شوينج جام، فورنزز من المضامت. هيك بتكون خلصة المحاضرة، هاي بسيطة 6 سلايدات وسهلة، مثل ما قلنا عليها 4%، خلينا نضمنهم. طبعا ان شاء الله عندنا محاضرة طويلة اسمها الاندكسز، وهيك بكون خلص المنهج. بالسلامة ويعطيكم العافية.